السلام عليكم غزات ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين. معاكم قناة شين أملاك والقناة ديالي التانية فاتي تي في. كما كتشوفوا بدينا في يعني نحضروا الحلويات كما راهي باين لكم. بغيت نشارك معكم هاد البلاطو ديال الحلوة اللي درت هنايا، حلوة اللي درت أغلبية اللي ما كطيبش، ديال القوقعة وديال الشوكولا ومجموعة بالعسل ولا صابلي هنا. يعني هذا ديال نواة كوكو هنايا درت له التلوين. هذا يعني بلاطو مختلف بالاشكال. مهم نتمنى تبقاو معايا حتى التالي باش تشوفوا الاشكال كيفاش غادي ندير نقدمهم باش تشوفوهم هنايا. كما كتشوفوا حلوة الزليجة اللي دائما الغنية عندنا في التعريف دائما كنقدموها هنا. عندنا هاد الحلوة عاوتاني درتها في المولج سيليكون. مهم نتوما كتختاروا اللي تبغيو. هنا كذلك هادو درتهم بالكراميل، ودرت الطبقة ديال الكراميل، الطبقة ديال القوقعة وهكا، وطبقة الشوكولا. هنايا كما قلت لكم تاني القوقعة ومجموع ودايرة عليه الشوكولا ودايرته في نواة كوكو. هنايا دايرته على الشوكولا هذا النوع. المهم هذا هو البلاطو، نتمنى يعجبكم ونتمنى ما تزبيوش. بقاو معايا حتى التالي باش تشوفوا المقادير اللي غادي انا نعطيكم ديال هاد الكاطو، ونتمنى ما تزبيوش معنا. كما كتشوفوا غادي نقدم لكم الكاطو بدون فرن. ها راكم نتوما معايا حتى التالي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غزالتي كما كتشوفوا دابا رانا نوجدو معكم الحلوه ديال الزليجه، نوجدو حلويات العيد. مهم هاكم نتوما معنا. اول حاجه هنايا راني درت القوقعه، وهذا دق يعني حمرته قليته في يعني قليته في الزيت، اللي بغى يحمر يحمر، انا قليته ويعني هرمشته مزيان. بنات شوفوا كيفاش داير، يعني هذه الطريقه يجي مزيان بها حلو الزليجه. درت جوج ديال الزلايف. هنا البسكوي كذلك درته هرمشته، غادي نديرو زلافه. وهنايا معلقه كبيره ديال الكوابل اول حاجه، والعسل عندنا باش غادي نجمعو. غادي دابا نخدمو المقادير ديالنا كاملين. غادي نديرو القوقعه ديالنا، يعني الفول السوداني البنات باش تعرفوا الفول السوداني. المهم اني درت جوج زلايف ديال الفول السوداني، زلافه ديال البسكوي مطحون. غادي نخلطوا العناصر كاملين، غادي نديروا كوابل هذه معلقه كبيره باش يعطي اللون. المهم نخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. انا المهم هنا البنات راني دايره، غادي ندير لاطه اي صغيره نقولوا. انا عندي هنايا 400 غرام ديال القوقعه، كل واحد يدير الكميه اللي يبغيها، لا من القوقعه ولا من البسكوي، يعني كيبقى اختياري انا. يعني درت غير 400 غرام ديال القوقعه، يعني واحد من نوع، يعني يكون حبيبات، يعني كل نوع يكونوا بحبيبات باش يكون البلاطو متنوع. المهم شوفوا البنات انا خلطناها هنا مزيان مزيان مزيان. دابا غادي نجيبو العسل ديالنا وغادي نجمعو العسل ديالنا. المهم البنات هنا انا درت هنا العسل، وانا غادي نجمع حتى يتجمع لي الخليط ديالي. البنات هاد العسل كما كتشوفوا اللي كنت درتها باش حضرت المعسلات ديال رمضان، هي انا اللي درت هاد العسل، يعني ما شريتهاش. دوك نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، واللي بغي يجمع بالحليب المحلى يجمع بالحليب المحلى، وكل واحد يجمع باش ما بغا، واللي بغى يجمع بكراميل يجمع بكراميل، يعني كيبقى اختياري. المهم انا نبقى نجمع هذا حتى الخليط كاع
العناصر اللي تجانسوا معنا. المهم نتوما اتبعوا هاد المراحل وغادي يصدق معكم، لان بزاف الناس كيقول لك كيتهرس لنا الزليجه من اللي كانت قطعوها ولا ما كيصدقش. المهم هي اصلا كتكون الزليجه سهله في خدمتها. المهم هيا دابا البنات جمعناها، شتو كيراها دايره مجموعه. صافي من ديروها كتلقاوها صافي تجمعات، شوفوا صافي نتحبسوا عليها. دابا غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيها الزاج، وانا جبت غير هاد الماطه ديالي ديال الزاج، غنسرح عليها بابي كويسو وغادي نسرح الخليط ديالي هنايا كامل. ندير القوقعه كاع ديالي ندير هنا وغادي نسرح. حنا نسرحو وحنا نقادو، نحاولو نقادو على حساب الصفيحة اللي غادي تخدمو عليها. قادوها البنات باش ما يجيش معوج، ولا حاولو نتوما تخدمو ونتوما تقادو كما جبان لكم الصورة. على ما اظن الصورة راها واضحة، انا نخدم وانا نقاد. يبان لكم نحاولوا نبركوا عليه مزيان البنات باش ما يكونش هذاك التشرشيف، هذاك التشنشيف يعني. نبركوا عليه البنات مزيان كما راه يبان لكم، يعني راني مبرك عليه مزيان. تقدروا تستعينوا بالكوب ولا يعني غادي نحاول نجيب الكوب هكا، حاولوا تستعينوا به. باش يكون يعني مقد معكم والعلو، نتوما ديروا العلو على حساب اللي كتبغيو. واش تبغيو يكون البسكوي ديالكم رقيق ولا غلاد، يعني نتوما ديروا العلو اللي تبغيو.
راني درت البسكوي ما درتو غلط ما درتو رفيق. شو البنات نوريكم كيفاش درته، يعني ما غلط ما رفيق. دابا انا غادي نحط هاد القوقعه ديالي في الصفيحه اللي غادي ندير خلاطه اللي غادي ندير، وغادي نمشي باش نذوب الشوكولا ديالي. مهم نتوما راكم معايا وما تزرفوش. البنات كما تشوفوا هذه هي الشيكولا اللي كنستعمل، عندي هذه نوار وعندي هذه يعني بشوكولا بالحليب. يعني كنخلط جوج اجوج هذه مع هذه باش ما كتجينيش، يعني الا درت غير هذه الكحله غتجيني نوار، يعني غتجيني مره الا درت هذه غتجيني هكا تجيني بحال هاد القهوه. يعني ما عجبنيش هكا يكون اللون، عجبني تكون الخلطه تجي كحله. مهم دابا انا غادي ندوب الشيكولا وانا غادي نرجع معكم. غادي ندوب البيضه هي هذه كما تبان لكم، وهادو الكحلات انا غادي ندوب هاد الكحلات وندوب البيضه وانا غنرجع معكم. البنات كما كتشوفوا هي هنايا راني دايره الشيكولا كحله تذوب مع 3 معالق ديال الزيت كبار، واني منقصه البوطه، راني منقصه لها خليتها راني دايرها في حمام مريم. هنا راني دايره الشيكولا البيضاء كما راها تبان لكم، حتى هي راني دايرها على بار ماري، وراني دايرها الشيكولا مهم الشيكولا البيضاء، دايره 3 معالق كبار ديال الزيت، ودايره زوج علب هنا وزوج علب هنا كما دوك العلب اللي وريتهم لكم. البنات ها هي هنايا الشيكولا البيضاء، ها هي ذابت هنايا، صافي طفيت عليها وخليت تزيد داك الحبوبات اللي باقيين خفاف دوب داك السهد ديال الماء الغليان. وهنايا الكحله مازال ما دابت، راه عاد باقي شويه حتى هي غادي شويه نطفي لها باش تذوب في داك اللي راه هنايا يعني الماء الغليان تذوب فيه. دابا هي حتى هي ناطفيت لها، غادي نخليها باش تذوب غير هنايا مع راه الماء طايب غادي تذوب فيه. البنات ها هي هنايا دابا الشيكولا اللي ذوبناها، غادي نديروها وندير فوقها هنا، يعني ماشي بالضبط البنات الطبقه تجي غليظه ولا تجي خفيفه ولا، يعني لان هذه غادي نديروها اي من تحت الفوقيه غادي نديروها بالكحل، يعني تجي طبقه غليظه. البنات هيا دابا غادي ندخلو الحلوة ديالنا للمجمد باش يعني تلصق الشيكولا ليها، يعني نقولو تمد، وغادي نرجع معاكم باش نديرو الشيكولا الكحلة. البنات كيما كتشوفو دابا غادي نديرو نوع اخر بدون فرن بهاد المول ديال المول سيليكون،
هاد الشكل البنات عجبني، شي توعه جديد، قلت علاش ما نديرش بيه الكاطو. المهم هنا عندي القوقاو كما راهي بالكم، كما قلت لكم يعني هنايا راني قليت القوقاو وطحنته مع، مهم غادي ندير البسكوي عاوتاني، يعني القوقاو كتر بالبسكوي. هنا عندي العسل باش غادي نجمع، والمول ديالي دابا غادي نخدمو المقادير ديالنا. دابا غادي نديرو القوقاو ديالي، غادي نزيد البسكوي، غادي نخلطهم هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى يتخلطوا العناصر. هنا البنات غادي نجمعوا بالعسل، انا غادي ندير وانا غادي نجمع ونشوف. بنات ها هي دابا الحلوه ديالنا، هي جبنت، دابا غادي نحيدوها نقلبوها باش ندير لها الشوكولا الكحله. بنات ها هي دابا هنايا الشوكولا ديالنا صافي، غادي نديروها هنا من الفوق. راني دايره كما قلت لكم البيضه، راني وليت درتها تسخن شويه باش تطلق، باش خصنا غير نديرو هذا نوليو نديرو البيضه. بنات انا غادي نكبو دابا الشيكول ديالنا، راه عاد سخونه البنات الغرفيه. هنا نحاول نسرحها هكا قبل ما اصلا دابا الحال سخون، ما تقدرش تجمد، تخاف الاخرى اللي تحت هي اللي مع الحل السخون تخافيها الى تسيح ولا ما دافع الحل راها سخونه. يعني هادي في المشتا خصك ديروا العمليه هادي بسرعه بسرعه، لانها تقدر تسيح لكم شيكولا تيبس لكم، ولا مع كيكون الحاله بارده تيبس لكم شيكولا. ما دابا راها الحاله سخونه ما تيبش شيكولا. هنايا درت الشوكولا ديالي مزيان، خصنا نشوفو ما تخليو حتى شي حاجه تبان، حاولوا كاع الجوانب تغطيهم البنات. حاولوا يغطيو الجوانب مزيان مزيان مزيان. دابا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي
وهذا المهم كل شيء البنان ديال غير البلاستيك هذا الغير اللي كنا ندير فيه الماكله. وغادي نفرغ فيه الشوكولا البيضاء وندير لها الثقب باش ندير الاخرين الخطوط. نجبر نحتاج مقص باش نقطعو، وانا نحتاج سكين باش ندير الخطوط. هنا حاولوا ديروا ثقب صغيره البنات. المهم انا غادي نمشي على هذه المرحله. دابا غادي نديرو خط هاك خط هاك. تقدروها قبل ما تيبس باش قبل ما تيبس معكم الشوكولا. البنات هاهو دابا هنايا القوقو ديالنا، غادي نكورو حريبلات يعني مش كويرات البنات نعتذر. وغادي نديرهم هنايا هنا كاملين، غادي نديرهم في الصنير. راني درت في المول ديال السيليكون درت الشوكولا، دخلتو يا المجمد شد راسو. من شد راسو غادي ندير هادو عليهم. المهم نتوما راكو معايا باش تشوفو الطريقة كيفاش غادي ندير. وزاتي ها هو هنايا المول ديالنا راه جمدت الشيكولا. وهذا هنا القوقاو راني درتو هكا كاع كويرات. دابا غادي نشدو الكويرات وغادي نديروهم نحاولو نديروهم في المول.
زاتي كما كتشوفوا هذا هو البلاطو المختلط ديالنا اللي درنا فيه جميع الاشكال. نتمنى يعجبكم ونتمنى ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم والبارطاج ديالكم في جميع وسائل التواصل مع العائله والاحباب والاصدقاء. وكنقول لكم من هذا المنبر عيد مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه، يدخل لكم الصحه والهنا وراحه البال، وان شاء الله يرفع علينا ربي هذا المرض ان شاء الله. وقناة شين أملا كتبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكتقول لكم شكرا على الدعم ديالكم ليا، وشكرا على التعاليق اللي كتخليهم ليا، دائما كنقرا تعاليقكم وكتفرحوني بهم. يلا في فيديو جاي ان شاء الله مع وصفات جدة، يلا خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.